قصة حول فيروس كورونا. مرحبا، اسمي فيروس كورونا. أبي سارس، أمي الإنفلونزا. هذه هي عائلتي. كثيرا ما تخبرني عائلتي بأنني أمضي وقتا كثيرا بمفردي. يجب أن تحظي ببعض الأصدقاء. في يوم من الأيام سيكون العالم ملكي. إن الطريقة المثلى لإيصال بالآخرين هي عن طريق القطرات. هذا هو عن طريق البساق والسعال والشرب من زجاجة نفسها والعناق والتقبيل. يمكنني إصابة أكبر عدد ممكن. أنا الأكثر قوة بين أفراد عائلتي وأحب التواصل عن قرب. أريد الآن أن أسافر العالم وأصيب البشرية. كيف تراني؟ أرسم ما تشعر به. إن أكبر مخاوفي هي إذا ظلت الناس في بيوتهم وقاموا بغسل أيديهم والحفاظ على المسافة بينهم. سأفقد قوتي العظيمة. أنا خطير وبمرور الوقت تزداد قوتي، ولكن تماما مثل سوبرمان. لدي نقاط ضعف أخشى الصابون وأي شيء يجعلك نظيفا. يمكنني فقط إصابة الأشخاص عن تواصل عن قرب. أقنعة واقية، المسافة، غسل اليدين، حافظ على تغطية فمك عند العطاس أو السعال. لهذا السبب من المهم أن نحافظ على المسافة ونغسل أيدينا كثيرا ونغطي الفم بالمرفق عند السعال أو العطاس. www.fha.mu. لا لا لا، الكاتبة فريدة نباغالا، المصور جيسي إنكسفيست، نيكولاي لوكريتسن، إسبن سفيدسمانت.